بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربوية من الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي ندير معكم الحصة الثانية، الكتلة وتغيرات حالة المادة ضمن الوحدة الثالثة، وحدة تصنيف وخاصيات المادة. إذن الهدف من هذا الدرس هو التعرف على أن الكتلة أو كتلة جسم لا تتغير بعد تغير حالة المادة. يعني في هذا الدرس غادي نعرفه أن الكتلة ديال واحد الجسم ما كتغيرش، سواء كان سائلا أو كان صلبا أو كان غازا إلى غير ذلك، يعني كتلته تظل نفس الكتلة، مفهوم؟ لا تتغير مع تغير حالة المادة. إذن كما دائما غادي نبدأ بالصورة ونص الانطلاق. إذن الصورة توضح قنينة ماء. إذن الصورة توضح قنينة ماء مجمد. إذن واحد القرعة ديال الماء فيها ماء مجمد. نمروا الآن إلى قراءة نص الانطلاق. لاحظ محمد انتفاخ القارورة البلاستيكية المملوءة بالماء في المجمد، فحاول تفسير ذلك لأخته بتزايد كتلة الماء أثناء تجمده، لكن أخته لم تقتنع باستنتاجاته. إذن محمد شنو لاحظ؟ لاحظ بأن هذا القنينة ديال الماء بدأت تنتفخ في المجمد، فحاول شرح الأمر لأخته بأن الكتلة ديال هذا الماء تتزايد أثناء تجمده، لكن أخته لم تقتنع باستنتاجاته، لم تصدقه بخصوص الاستنتاجات التي طرحها محمد. قال لها أن القارورة انتفخت بسبب أن كتلة الماء ازدادت. إذن في نظركم شنو هو سؤال التقصي الذي يمكن اقتراحه مع هذه الوضع؟ إذن سؤال التقصي هو، إذن نكتب سؤال التقصي. سؤال التقصي هو: هل تتغير الكتلة مع تغير حالة المادة؟ هل تتغير الكتلة مع تغير حالة المادة؟ بالنسبة للفرضيات، الفرضيات دائما كما كنقول لكم دائما اقترحوا أي فرضية. الفرضية الأولى مثلا: لا تتغير الكتلة مع تغير المادة أو حالة المادة، لأن المادة تنحفظ. أن هذه المادة تنحفظ سواء كانت سائلا أو صلبا أو غازا إلى غير ذلك، مفهوم؟ هذا الاقتراح أو الفرضية الأولى. إذا يمكن لكم تزيدوا أي فرضية. كما كنقول لكم دائما أن هذه الفرضيات باش نجاوبوا عليهم كنديروا الأنشطة ديال أتحقق، جو فيغيفي. إذا النقطة الأولى: أضع كأسا بها ثلج فوق ميزان وأقيس الكتلة. الصورة واحد. الصورة رقم واحد توضح قياس كتلة الثلج والكأس. إذا الثلج غادي نقيسه هو الكأس على مدى، على هذا الميزان، ميزان إلكتروني، وغادي نشوفه هنايا. إلا لاحظت الكتلة 297 غرام. ثم أترك الثلج ينصهر داخل ماء ساخن. الصورة 2. إذا هنايا جاب واحد الإناء فيه ماء ساخن، ووضعوا هذا الكأس المملوء بالثلج، ووضعوا ذلك الكأس في الإناء الذي به ماء ساخن. ثم وأقيس الكتلة لمس من جديد عندما ينصهر الثلج كليا. إذا من بعد هاد الثلج هذا اللي كاين في هاد الكأس، منين غادي ينصهر؟ غادي نعاودو نقيسو الكتلة ديال الكأس والماء السائل. إذا قياس كتلة الماء السائل والكأس. إذا شنو كيتبين لكم؟ بأنه كذلك الكتلة هي 297 غرام، يعني هي نفس الكتلة التي جمعت ما بين الثلج والكأس، هي نفسها كتلة الماء السائل والكأس، مفهوم؟ أملأوا جدول النتائج الثاني. إذا لدينا جدول هو على الشكل التالي: قبل الانصهار وبعد الانصهار الكتلة. هنا كان عندنا جليد، هنا بعد الانصهار يصبح ماء سائل. إذا قبل الانصهار كانت كتلته والكأس هي 297 غرام، 297 غرام، وبعد الانصهار لاحظوا كذلك 297 غرام.
إذن نفس الكتلة. إذن سؤال ثاني، أشطب البطاقات الخاطئة. إذن عندنا تزداد الكتلة أثناء انصهار الجليد، لا تتغير الكتلة أثناء انصهار الجليد، تنقص الكتلة أثناء انصهار الجليد. إذن غادي نشطب على البطاقات الخاطئة، مفهوم؟ وغادي نخلي البطاقة الصحيحة. إذن هنايا شنو بالكم هنايا، واش تزادت الكتلة أثناء انصهار الجليد؟ إذن هنايا قبل انصهار الجليد وبعد انصهار الجليد كان عندنا 297 غرام، إذن هذه البطاقة خاطئة. لا تتغير الكتلة أثناء انصهار الجليد، إذن بعد انصهار الجليد بقات الكتلة هي هي، إذن هذه صحيح. فهم البطاقة الأخيرة، تنقص الكتلة أثناء انصهار الجليد، واش بصح الكتلة كتنقص عند انصهار الجليد؟ لا، لأن الكتلة بقات هي هي، مفهوم؟ بقات هي هي. إذا البطاقات اللي غنشطبوا عليهم هما البطاقة الأولى والبطاقة الثالثة. والبطاقة الثانية، لا تتغير الكتلة أثناء انصهار الجليد، هي البطاقة الصحيحة. الآن نمر إلى الملخص. لا تتغير كتلة جسم بعد تغير حالة المادة. لا ماس دان كور نو فاري با ابخي ان شونجمون دو تا. دونك واحد الكتلة ديال واحد الجسم ما كتغيرش إلى تحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة، ومن الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، ومن الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية، ومن الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة، إلى غير ذلك. إذن لا تتغير كتلة جسم بعد تغير حالة مادته. لماذا؟ لأن حالة المادة أو المادة تنحفظ، مفهوم؟ نمر إلى الآن التطبيق الذي يأتي بعد القاعدة أو بعد الملخص. إذا السؤال الأول، لاحظت انتفاخ القارورة البلاستيكية المملوءة بالماء في المجمد، هل هذا يدل على تزايد كتلة الماء أثناء تجمده؟ إذا احنا قلنا في الملخص أن الكتلة لا تتغير بعد تغير حالة المادة، إذا هنا الجواب هو لا. أعلل جوابي، إذا كتلة جسم لا تتغير بعد تغير حالة مادته، لأن المادة تنحفظ. لأن المادة تنحفظ، يعني كيتم الحفاظ على الكتلة هي هي رغم تحول الحالة الفيزيائية ديال واحد الجسم إلى رجع إلى الحالة الصلبة ولا الحالة السائلة إلى غير ذلك، يعني لا تتغير كتلته، فهم؟ لا دوزيام كيسيون، لو باتيسيي décore le gâteau avec du chocolat fondu qui se solidifie au cours de son refroidissement. Donc le pâtissier ou le qui خدم في الباتيسري، donc il décore كيزين لو غاتو، الحلوى كيزينها باش بالشوكولا، شوكولا فوندو ستادير بحال شوكولا يعني سائله، كي سو سوليديفي يعني اللي كتولي جامده او اللي كتجمد au cours de son refroidissement، كتجمد مع الوقت. Pour déterminer les variations de la masse du chocolat au cours de sa fusion et sa solidification, باش نعبروا على تحول الكتلة ديال الشوكولاتة خلال الانصهار والتجمد، جو رياليز لي زيتاب سويفونت، غادي ندير هاد لي زيتاب، داكوغ؟ هي تجربة يمكن لأي واحد يديرها. جو بخون 100 غرام دو شوكولا سوليد كو جو مي دون اون كاسرول دو ماس 550 غرام، دونك غادي نجيب 100 غرام ديال الشوكولاتة سوليد اللي هي صلبة، وغادي نديرها في واحد الكاسرول 550 غرام وهي فارغة، كاسرول بحال هاد. المرحلة الثانية، جو شوف لا كاسرول اي لو شوكولا، غادي نسخن هاد لا كاسرول والشوكولا. المرحلة الثالثة، Je mesure la masse totale de la casserole et du chocolat liquide. Donc, داك الشوكولاتة ولات سائلة، ليكيد، داكوغ؟ كانت سوليد، رجعت ليكيد. المرحلة الرابعة، Je laisse la casserole et le chocolat refroidir. Donc, غادي نخلي داك la casserole et le chocolat refroidir. غادي نخليهم يبردو زعما. Je mesure la masse totale de la casserole et du chocolat solide. من بعد عاوتاني غادي نعاود نقيس الكتلة ديال الكاسرول والشوكولا سوليد، لانه من بعد ما غيوقع له غوفرواديسمون غادي يولي، غادي يولي سوليد عاوتاني، دونك كان سوليد ولا ليكيد، ومن بعد بالغوفرواديسمون رجع سوليد عاوتاني. جو كومبليت لو طابلو سويف، دونك هنا ليطا دو شوكولا يعني الحاله ديال الشوكولات قبل الانصهار، بعد الانصهار، ومن بعد تجمد يعني رجع الحالة صلبه، داكوغ؟ ليطا دو شوكولا افون لا فيزيون، هيا قبل لا فيزيون شنو كيفاش كان؟ كان سوليد، سوليد. ابخي لا فيزيون، من بعد ما وقع له الانصهار شكيف ولا ليكيد. هنايا عاوتاني ابخي غوفرواديسمون اي سوليديفيكاسيون ولا سوليد،
ماس توتال يعني الكتلة الإجمالية، الكتلة الإجمالية ديال الشوكولاتة وداك الكتلة ديال الكاسرول وهي فارغة. إذا 550 غرام و100 غرام هي 650 غرام. 650 غرام، 650 غرام أبخي لا فوزيون من بعد الانصهار غتبقى حتى هي 650 غرام، من بعد سوليديفيكاسيون غادي يولي 650 غرام عاوتاني، غتبقى هي هي 650 غرام 650 غرام 650 غرام. لا كيستيون سويفونت، جو كومبار لي ماس، سأقارن الكتل. دونك شنو كتشوفوا هنايا؟ كتشوفوا أنها نفس الكتلة، يعني لا ماس نو شونج با، دونك سون لي ميم، كار لا ماتيير se conserve serve لأن المادة تنحفظ. داكوغ، لأن المادة تنحفظ أي أن الكتلة ديال واحد الجسم لا تتغير، داكوغ، لا تتغير مع تغير حالة المادة، داكوغ. دونك سون لي ميم، دونك لي ميم ماس، داكوغ، لي ميم ماس. إذا هادشي اللي كان عندي في هذه الحصة، الحصة ديال الكتلة وتغيرات حالة المادة. كنتمنى لكم كل التوفيق والسداد. زيدوا دعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم الفيديوهات التي أقدمها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.